الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله نعيت ليه تنتوب خيوب يلي سبحانه وتعالى يس قرآنك الدلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى يلي فردي صلاة ودق حيساي فانت صلاة دق حيساي يلي سبحانه وتعالى فانت صلاة في ما عصر صلاة عصي صلاتها التلهية اللي عريكي عريكتنا للتلهي صلاة النيمه الحمد لله النهاي توعد إن شاء الله تعالى إتا كسيسنو هو إتا كسيسنو هنا نمي فضائل شهر رمضان رمضان السليه نهي مردور اكتيات ابنه دوجسنو إن شاء الله تعالى من الأعمال الفاضلة في رمضان الاجتهاد في قراءة القرآن يي رمضان الستام مردور اهتنه تنتامكا تامومكي تامكتينا الاجتهاد في قراءة القرآن قرآن يكرينيه ينيني ملي ينجح الليني كني منقم قرآن يكرينيه ملي ينجح الليني فشهر رمضان رمضان السي هو شهر القرآن قرآن ألسكني فينبغي فردنتما أن يكثر العبد المسلم يعني مسلم تيو نعصي مسلم تهني يمقم فردنت من قراءته قرآن يكرينيه يمقم فردنتا فكان جبريل ينهي يدارس النبي صلى الله عليه وسلم يلي فرمويت أديرتك سجي أسكريسك سجي القرآن في رمضان رمضان الدتا يلي فرمويت لكو مدارسة أبك سجي جبريل عليه السلام وكان من حال السلف أكما يهنهي مريم عمري العناية بكتاب الله يلي كتابتاك الدم قريتك سجينيه فكان عثمان بن عفان رضي الله عنه عثمان بن عفان كايتا ميليك حنين ميينه يختم القرآن قرآن أختمك سجي كل يوم مرة كل يرون كد أختمك سجي بعد السلف يختم في قيام رمضان في كل يوم مرة يي سلف أكبالي إنكنه يوكمه نهي أمر أكبالي رمضانك إن كبر السول السلف سجيني في قيام رمضان في كل يوم مرة وبعضهم يختم في قيام رمضان في كل ثلاث ليال ما مرك بالين كنها رمضانك سيدي حبر الاختمك سجينيه وبعضهم في كل سبع مرك بالي ملحنبر الملحنير وكملحنبر الاختمك سجين وبعضهم في كل عشر مرك بالي تبنى بر الاختمك سجينيه قال ابن رجب يمي إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك يي واسو وبتهتنيه تواسو يي قرآن سدي حيرو كده سلانم مفرد انت ككيانم انتهتنيه تواسو اللبتمي على المداومة على ذلك تهيها مقلئ كتوانا كنيهي كل وعد استمراريا أبانا مككلها فأما في الأوقات المفضلة مردله تنهت وقت التهتبه كشهر رمضان خصوصا الليالي رمضان الساكيد دي رمضان بريتي التي يطلب فيها ليلة القدر الدقور سنته تنهتا بريتي تنمي سبتي لي رمضانة أو في الأماكن المفضلة أو كادو مثلا مردله تنهتا أروح كمكة مكينة تنمي لمن دخلها من غير أهلها تدخله نهي أمري تتهلك له نهي أمري تدخل ينكاتكك فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن قرآن يقرئ نهي نيني مقيني ميك الدكة حنوليه يمدله نهي وقتك مدله تنهتا أروح اليماتين نهي وعدي قرآن يمقيني نيني ميك الدكة مدله اغتناما لفضيلة الزمان والمكان يغتنمي نجده وقت مدوك الدين اللين نهي رحيه مدو ويو كل وعدكين التدولك بروعي تمام الدقوعي تهتنكي فرصة بيتانقلي وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة وعليه يدل عمل غيرهم كما سبق ذكره ومن الأعمال الصالحة في هذا الشهر تمالست مدله تنهتا تامكا تامكتنا الجلوس في المسجد مسجد دل دفيانا كني حتى تطلع الشمس أيروي أن توفنا فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه كايتا من الليك حنين ميا جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يلي فرمويتي صلاة كينا غينا كايا ملتنين ميا كان إذا صلى الفجر سبح صلاة صلاة كاتككي جلس في مصلاه اسم صلى الدفيك سجي حتى تطلع الشمس أيروي أن توقفنها دفيك سجي رواه مسلم وأخرج الترمذي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم الترمذي باهيه نيهن داغلو أنس ابن مالك كايتا ميليك حنيم ميا يلي فرمويتكا باهيه نيهن داغلو أنه قال إيه من صلى الفجر في جماعة سبح صلاة جماعته صلاته نيهن نمو ثم قعد توكيك دفيكاتك يذكر الله يلك الستاهاي
حتى تطلع الشمس أيروي عن تنفنا ثم صلى ركعتين تكيك نمرك صلاتك تككي كانت له كاهتكي كأجر حجة وعمرة تامة دد له تنهتن حجيك دد له نهن حجيك عمرة دد له نهن حجيك عمرة كاهتكي اللي فرميت عليه الصلاة والسلام. هذا في كل الأيام تمها كل أيام المثلنا أبتكو تكيك سبح صلى الصلاة تاي تكي للدى فيك ما حسا يلا كسيتك تكي ربو ستة نهتن وعديك كيدا رمح نوع عنته يعني محرج دي انت وكيرو توكر نمرك اتبه تهجدكو تهككي حجيك عمره ابتهجدي لتو هي اللي فرميت عليه الصلاه والسلام تهفري وقتك. فكيف بايام رمضان رمضان ايام تمحكو تحلتا هي تمهر رمضان ايام تبتكو تهككي غير ايام اجرك تهجدي توجد له تنهتن له تنهتن مي رمضان ايام تبتكو تهككي من لي. فيا أخي رعاك الله يلي كود حرسيته بكويت واستعن حتوق النسوت على تحصيل هذا الثواب الجزيل تما كرد أجري جيتنك يلا حتوق النسوت تهاي تما أجريتي تما أجري جيتنك جبتي بقيام الليل برسولك والاقتداء بالصالحين من عمر كتاتك ومجاهدة النفس في ذات الله كادو سني نفسي الأنج حلك نفسي فيري فلوعد معانا لسنا متسحساي نفسي فيري سنك ربه نهي سن نفسي لنجح لك وعلو الهمة لبلوغ منازل الجنة جنتي أروح يعني أروى قفانك جده يجتهدين فردينته سن نفسي يجهدين فردينته من عمرك تاتانا فردينته برسولانا فردينته. ومن الأعمال في رمضان يعني ومن الأعمال الفاضلة في رمضان رمضان ألست مدله تنهتا تامومكي تامكتنا الاعتكاف اعتكاف بانكين يلي سبته يلي عركي عركتين الدفة يانا فردينته ذكرك عبادة بانك جدي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة كيتام الليك حنيمي قال إيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يلي فرمويتي سلتكين غينك ملتنى إما يينه يعتكف اعتكاف بك في كل رمضان كل رمضان تا عشرة أيام تبناير اعتكاف بك سجيه يلي سبته دفعك سجيه كل مشاغل الدنيا كجري عياها يلي سبته يلي عريليم تبناير آخر تبن دفعك سجيه يلي فرمويت عليه الصلاة والسلام كل رمضان كا تبناير دفعك سجيه. فلما كان العام الذي قبض فيه الدربه من سنة يميته نهي وعدي اعتكف 20 يوما لبات النير اعتكاف به يلي فرميت عليه الصلاة والسلام رواه البخاري. فالاعتكاف اعتكاف من العبادات التي تجمع كثيرا من الطاعات يي عبادة التكي عبادة يا منقوه تنهتن منقوه تنهتن منقوه نهيا أقلو تسكته تنهتن عبادك نهي اعتكافك يا نهن من التلاوة قرآن يقري نهن انتكيك والصلاة صلاة بان انتكيك والذكر ذكر بان انتكيك والدعاء دعاء بتان انتكيك وغيرها من العبادات عبادك لهرع عن تهتنهتن عبادة إنك تسكتهتن إنك نهي اعتكاف. وآكد الاعتكاف في العشر الأواخر تحري لليلة القدر يي اعتكاف دي قالوا كديمي تهنمي من قموا آخر تبنكني يعني ليلة القدر قنا ادينيني سبتل وهو اعتكافك يانهنمي الخلوة الشرعية يلي سبت شرعية يلي سبته دبوانا كني. فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره اعتكاف بهنه النمو سنبسي يحبسه نهي النمو حسبته كني يلي هو قولولوي يلي كستل وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه يسنبس يرجعه كل كا مثلنا أقلسها يتهتنم يلي هو قولوكا أقلسها يتهتنم كي يرجعه عكف بقلبه وقالبه على ربه يسي قلبي كنكه يلي سبتل يلي سبتل دفه يلي سبتل اعتكاف حلي. وما يقربه منه يلا الكارا يسام الديوه يلا الكارا يسام بيتو اعتكاف. فما بقي له هم همك أهمر عن سوى الله يلا تكهكوتك وما يرديه عنه يلا تسكيحنه تننك يلا يلي دعو الكا تسكيحنه تننك يلي أبيه يلي فرموتي أبيه متقلتا ماكسا تهق له مكنكه سيرجعه يعني اعتكاف أتقله نهانه. ومن الأعمال الصالحة رمضان أوسط كادو أبينكي من تامية تني العمرة عمرة بانهنين كنين كني وفيها فضل عظيم نبه تنهتم بعدة وأجر كبير نبه ينهن أجر الديان. قال صلى الله عليه وسلم يلي فرمويتي صلت كينا غينا كامل تنين ميائيه العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما عمراك عمرة فنتا عمرة باي وعمراك قرسي عمرة أبتكو تككتونا ما عمرة فنتا عند ذنبتك بتهتنمي يلي كحبها يلي فرميت عليه الصلاة والسلام. وفي رمضان رمضان الستا يتضاعف هذا الفضل والأجر يتما عمر مثلا رمضان دتابتك وتككي دربو تكي يكي يتما أجري.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس كيت أميليك حنيمياك كيك أبهت أميليك حنيمياك أن النبي صلى الله عليه وسلم يلي فرمويت سلطين غين كامل تنيمياك لما رجع من حجة الوداع حجة الوداع كا يدوره نهي وعدي قال لامرأة من الأنصار اسمها أم سنان ما منعك أن تحجي معنا قالت أبو فلان زوجها له ناضحان حج على أحدهما والآخر نسقي عليه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حج يلي فرميت عليه الصلاة تيتكي رمضان يميتك عتككي عمرا بايتو عمري رمضان الستار تهتني حج بتهجدكني تيتكي يلي فرميت عليه الصلاة والسلام أو قال حجة معي وهن من كنه يلي هبتهتني تحج جد تيتكي توعدي أما حديث بخاري باهي هنهن حديثي رمضان الستامان قهتنه تمردتنيه رمضان الست يكسبه نه يمريا من الفائزين يلي ككيه يمرت يلي نولو سلو وياي درس مكة نسيديه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.